نظمت وزارة الصحة قافلة طبية بقرية الوبرات التابعة لمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية. ضمت القافلة عدد من التخصصات، كما تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية مجانا. تلبية لرغبة أهالينا النهاردة احنا متواجدين في مركز شباب الوبارات مركز مدينة القصاصين. النهاردة معايا جميع التخصصات: البطنة، الجراحة، الجلدية، الأنف والأذن، تنظيم الأسرة، العظام، بجانب وجود الأشعة ومعمل دم وطفيليات. معايا صيدلية تحتوي على 90 صنف من العلاج الصرف بالمجان. تحويل الحالات التي تحتاج تدخلات جراحية أو تخصصات أخرى غير متواجدة معايا بالقافلة للمجمع الطبي ومستشفى أبو خليفة، تنسيقا مع مؤسسة حياة كريمة.